من الشأن العراقي مشاهدينا الأعزاء إلى الشأن اللبناني، حيث استعرض الرئيس اللبناني ميشيل عون استعرض مع رئيس الوزراء المكلف الدكتور حسان دياب نتائج الاستشارات النيابية غير الملزمة واللقاءات التي أجراها الأخير في سبيل العمل على تشكيل الحكومة. وأعرب دياب عن تفاؤله بمسار التأليف الحكومي وأن الأمور تسير كما ينبغي، مؤكدا أنه سيعمل على تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين المستقلين تضم نحو 20 وزيرا. أشار أيضا أنه لم تطلب منه توضع عليه أي شروط من القوى السياسية داخل مجلس النواب. السيد جورج العقوري الكاتب الصحفي اللبناني انضم الينا هاتفيا من العاصمه اللبنانيه بيروت. سيد جورج اهلا بك على اكسترا نيوز ومساء الخير. وهل يمكن القول انه بات في حكم اليقين ان حسان دياب هو رئيس الوزراء او الحالي هو رئيس الوزراء المكلف، هو الذي سوف ياتي رئيس وزراء قادم وسوف ينجح في تشكيلته الوزاريه القادمه؟ الامر ليس في مساله بحكم اليقين، الامر ان حسان دياب حصد عددا من الاصوات. إن كررت هؤلاء النواب ثقتهم له سوف يصبح رئيس حكومة، ولكن لا ندري إن كان الأمر سيمر بسهولة أولا في الشارع، ثانيا مدى نجاحهم باستعادة السلطة أكان محليا أو خارجيا. يعني في حالة ترقب لما سيطرحه حسان دياب، خصوصا ان كل المسار تشكيل حكومه منذ 17 يعني منذ بدء الانتفاضه او الثوره في 17 من اكتوبر حتى اليوم مسار غير مشرف من ناحيه طريقه مقاربه الوضع الحساس جدا والوضع المتفجر ماليا واقتصاديا في لبنان. يعني يتم التعاطي مع الواقع المرير الذي يعيشه اليوم الشعب اللبناني وفي هذه المرحله وفي هذه الاعياد بطريقة بعيدة كل البعد عن حقيقة المشهد اللبناني. طيب هو يقول أنه سيعمل على تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين المستقلين، هل ترى أن هذا الرأي أو هذا التصريح هو مشابه للشرط الذي كان وضعه سعد الحريري لقبوله تشكيل الحكومة؟ لا، يعني أنا أتوقع أنه لا يمكن له أن يقول غير ذلك، لكن في الواقع هل يمكن أن يتحقق؟ يعني المسألة ليست توقعات، إننا في لبنان شهدنا في حكومات عدة ما عرف بوزراء يكونون تكنوقراط، ولكن عند أول استحقاق يتحولون إلى وزراء سياسيين بشراسة، أو ما عرفوا على سبيل المثال في حكومة العام 2000 عرفوا حينها بالودائع، يعني وديعة داخل الحكومة. يعني التجربة غير مشجعة. أنا في الانتظار، ولكن حتى الآن المناخ والمسار الذي تتم به الأمور غير مشجعة. اليوم شاهدنا رئيس البلاد يتحدث بعد مشاركته في عيد الميلاد المجيد في تركيا، يتحدث وهو أعلن أن من حق جبران باسيل على سبيل المثال أن يشكل الحكومة. يعني هناك بعض التصرفات او بعض التصريحات التي تزيد لماذا برايك هذا تصريح لماذا هذا التصريح وهذا التصعيد من التيار الوطني الحر واصرار على وجود جبران باسيل في اي حكومه قادمه، برغم ما ذكره سعد الحريري ربما بالامس من انه عندما قال انه لن يشارك ولن يتراس في اي حكومه يكون فيها جبران باسيل عضوا فيها او وزيرا فيها؟ لماذا؟ يعني التيار الوطني الحر في وقت سابق كان جنرال عون لا يزال رئيس التيار ولم يكن رئيس جمهورية، وقال كرمال سهري العمر ما تشكل حكومة، وعشنا أزمة تشكيل حكومة دامت لأشهر عدة. يعني حينها تعطل البلد في سبيل توزير سهره، واليوم يتكرر الأمر. الأمر ليس محصورا ببسيل، بل هناك إن أردنا أن نقول تنسيق مطلق وفائق الدقة بين الثنائي حركة أمل وحزب الله وبين التيار في هذه المرحلة في هذا السبيل في هذا الصدد. يعني هم يعلمون أن الوضع حساس جدا وأن حكومة تكون حادة لن تستطيع أن تمر، وسوف تجابه بالشارع وسوف تكون طيب.
ضرب جنون، لانه المجتمع الدولي ينتظر حكومه جديه من اجل مساعده لبنان، ينتظر استعاده الثقه وينتظر اجراء اصلاحات جديه. هذا النمط من التوزير لن يفيد بالاصلاحات، لان من اوصل لبنان الى هنا لا يمكن له ان ينقذه. نحن نطالب بحكومه بالفعل تكنوقراط يكون قرارهم نابع من ذاتهم من الواقع اللبناني وليس مرتبط بمحاور إقليمية. إذا كان الحرير لن يشارك في هذه الحكومة وجنبلاط وحزبه لن يشارك في هذه الحكومة، هل نحن أمام مشهد جديد من الصراع بين قوى الثامن من أذار والرابع عشر من أذار مرة أخرى؟ فيما يتعلق بمشهدية 14-8 أذار كان الانقسام عمودي بين 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 الشريحتين. اليوم الانقسام افقي، اي بما اعنيه ان الشرائح المجتمعيه في لبنان افقيا جميعها تعاني، اكانت تنتمي الى حزب الله والى امل او الى، لكن على المستوى السياسي، على مستوى القوى السياسيه وتيار مستقبل، على مستوى القوى السياسيه بطبيعه الحال عدم مشاركه القوات اللبنانيه والحزب التقدمي والرئيس الحريري سوف تخلق الرئيس الحريري تيار مستقبل، نعم، اضافه الى حزب الكتائب سوف تعيد نظريا هذه المشهديه. ولكن يضاف اليها ان هناك شرائح مجتمعيه اليوم تنادي ضروره التغيير، وهذه الشرائح سوف تتقاطع مصالحها مع هذه المجموعات السياسيه من حيث الحاجه الى حكومه تخرج لبنان من 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 رحم الازمه التي يعيشها الماليه والاقتصاديه المتفجره، نعم، جدا. ان لبنان يعاني يعني مشاهد العالم وهي تعيش حاله من 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 الذل امام ابواب المصارف، مشهد لم يعتاده اللبناني يوما. فهذا المشهد سوف يؤدي حكما، نعم، الى تغيير. سيد جورج، البعض يرى ان الشارع اللبناني اصبح جزءا رئيسيا في المعادله السياسيه وفي التركيبه السياسيه في لبنان، لكن ذلك على في الشكل النظري وفي شقه النظري، لكن في الشق العملي والسياسي نرى ان كل التعاطي مع الحراك الشعبي في لبنان لا ياخذ بالاعتبار راي الشارع حتى هذه اللحظه على الاقل. بكل اسف، لان الفريق ليس جميع، نحن مثلا على سبيل المثال القوات اللبنانيه كانت سباقه واستقالت، نعم، فورا من الحكومه تلبيه لمطلب الشارع، يعني لنكن منصفين، ولكن الطبقه التي تملك القرار، اي يعني اليوم القرار بيد فريق العهد الجمهوريه وبيد حلفائه، نعم، فهي لا تستجيب فعليا للشارع، انها تستجيب كلاميا ونظريا الى الشارع، ولكن عمليا لم تستجب حتى الساعه. لقد مضى 70 او 80 يوما، كان بالامكان تلافي كل جميع هذه الحالات الاقتصاديه الصعبه، نعم، والاسراع بتشكيل حكومه جديه، حكومه تكنوقراط من اشخاص مستقلين اصحاب كفاءه، وليس كسب الوقت والمفاوضات ومحاوله يعني اصرار حزب الله على حكومه تكنو سياسيه. نعم، ان هذا الاصرار هو، نعم، يزيد من تعقيد الازمه ويزيد من تفجرها. السيد جورج العقوري الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله، حدثتنا من العاصمه اللبنانيه بيروت. الى هنا مشاهدينا الاعزاء نكون قد وصلنا الى ختام هذه الجوله من الان، على راس الساعه القاكم مع زميله ندى في نشره اخباريه مفصله، شكرا لكم.